والله لازمنا فرش، لازمنا قطيات، لازمنا لباس اطفال ولباس نسوان كبار بالعمر، يعني ما بوضع يعني زفت. والله يا اختي شندف في حالنا، بطانيات يجن خفاف ما يساعدنا بالمره وخفيفات علينا. اليوم ما اجانا اي دعم بالنسبه للباس ولفرش يعني بالمخيم، عدم. نحن صار لنا اليوم 4 سنين نازحين من المدارس، انتقلنا على المخيم مره واحده، يعني اجانا اللباس الشتوي من ضمن مراكز الايواء هي المدارس، وما في عوازل للخيام، الخيام من قماش، عوازل شوادر ما في، وسمعنا انه راح يتخصص لنا 4 لتر باليوم مازوت. الاربعة لتر ايش تسوي للعيله باليوم؟ الخيمه مثل البرات، مثل البراد تماما، تطفى الصوبه مجرد ثواني تبرد الخيمه تصير مثل البراد، يعني اذا 10 لتر باليوم قليل للخيمه لانه ما في غرف انه تخزن شوي الدفى يعني. اليوم اللي طوفان يوم نزل مطر علينا هيك وطافوا خيمنا كلها، طافت يعني المي فاتت لجوا الخيمه، حتى خبز اولادنا ما نقدر نجيبه، يعني المي ما تجينا، صهريج المي ما تقدر تفوت، مو الارض كلها واحد زراعيه يعلق الصهريج ما يقدر يفوت، فوتي على هالخيم وتفرجي هون شلون. هلا الحمد لله يعني صرنا استغفر الله العظيم ندعي ما تجي مطر، حرام واحد يكفر كمان مشان ما يعني ما نعاني نحن واولادنا بالمي، يعني ندوس برجلنا. القسم يحوي او يضم 360 خيمه، يقطن داخل تلك الخيم 277 عائله مقسمين الى 1783 فرد. طبعا هؤلاء الافراد العوائل لا يتم تقديم المساعدات الانسانيه لهم، انهم خارج نطاق استهداف المنظمات الدوليه الموجوده في المخيم او خارج، سواء كان خارج المخيم. Thank you.